جينا نقدم هنا في الأكاديمية البرنامج التنفيذ بيأهلنا التنفيذيات للقيادة. الأكاديمية هنا بتؤهل فكرة إن هي بتؤهل كل الشباب إن هم يكونوا قادرين على القيادة ويكونوا أوير بكذا سكوب، سواء سياسة، اقتصاد، الماليات. فده بيأدي بيحسن من قدراتنا وإحنا بنكون في المناصب القيادية، وده طبعا بيحسن من بيئة الشغل نفسها. الأكاديمية بتقدم أكتر من برنامج للمرأة، في منهم للمحافظات وفي المصريات بالخارج. إحنا بنقدم ده للتنفيذيات اللي شغالين في القطاع العام والقطاع الحكومي. أأمل إن شاء الله لو في نصيب إن يكون ده فرصة بحيث أنا أحسن من أدائي، وده طبعا هيرفلكت إن أنا هيحسن من أداء الشغل، وفي الآخر ده كله هيصب في مصلحة مصر إن إحنا هنعلى بالأداء اللي بتقدمه البلد، فهنكون على خطوة أعلى وعلى خطوة ومستوى واحد مع الدول العليا. كل إنسان بيطمح طبعا إن هو يترقى في مكانه، فيعني أأمل إن شاء الله لو في نصيب إنه نعلى خطوة كمان في شغلنا.